يا عم شدي بسيدي. اوه حرام يا شو مهضومه. لحظه المعمول اللي هي جوز. جوز الأساسية. وهون عنا. لحظة. التيم بالجوز. تيم بالجوز هي جديدة ولا لا؟ إيه جديدة اختراع ماما. أوكي. وهون عنا التمر اللي هو موجود على طول. حشوة التمر مع الجوز أو شيء؟ ما بعرف. لا حال. لا الجوز التمر بس. أوكي. وهون في عنا. بعد في هون. هاي نفس التين. نفس الخلطة. أوكي. هون في عنا كيس طحين. لهيدا القالب، هيدا القالب هون حنعمل الجوز، هون حنعمل التيم بال الحشوة الموجودة. اوكي فحنستخدم كمان هيدي الصينية لحتى نحط المعمول بس نخلصه مشان تنحط بالفرن. يس اوكي. واكيد ما بدنا ننسى، هلا بدنا نفرجيكم على شو، على ثياب العيد. بس قبل ما نبلش كل شيء ما تنسى اللايك والشير والسبسكرايب، واذا كنتوا جداد على القناة اعملوا سبسكرايب لتكونوا جزء من عائلتنا. فعلوا الجرس ليصلكم كل شيء. واول خطوه لحتى نبلش نعمل معمول العيد هي انه ناخذ عجينه بس بهذا الحجم. هلا بس فرجيكم. اوكي تقريبا بهذا الحجم. فرجينا بديها. يلا اعملها. اول شيء بدنا نعملها هيك بول، يعني دائره. اوكي مثل الطاوله. بدها تكون مثل الطاوله. بينت. اوكي بهيدا الشكل هعمل انا اول وحده بعدين بيصيروا يساعدوني. يلا نرجع نعملها هيك لحتى نحط بقلب العجينه. الفليشر لحتى نحط بقلب العجينه. قلب الحشوه بهذه الطريقه. بعدين حاخذ انا مثلا تمر احطه هون. قربي لايدك لقدام نشوف. بهذا الشكل بعدين حصير سكر عليها بهذه الطريقه تحتويها يعني. ترجعي تعمليها بول. صح؟ صح. والخطوة اللي بعدها بس اتأكد انها تسكرت منيح. نفسها لازم تسكرها منيح. ترجينا عليها كرسالي. لازم تكون التمر يعني خلص تختفي بس تصير بقلب العجين. ترجينا بهي الطريقة بعدها مبينة. اوكي اوكي بس بدها بعد شوية فرق. ما نحاول كتير نضلنا نعجن فيها كرمال العجينة ما بيسوى. بعدين حنجيب هذا القالب. اوكي هنحط بقلبه شوية طحين كرمال ما تلزق. كرمال ما تلزق يعني تحط طحين تتنشف. بالقالب بالطريقة بهذا القالب. بعدين حجيب العجينة. اوكي حطها بقلبها. اوكي بصير بهذه الطريقة. خلينا نشوفها. بصير حطها على كل القالب بهذه الطريقة. بس الخطوة. اوكي هيك لحتى ياخذ لحتى تاخذ العجين شكل القالب. اوكي تمام. وفرجينا بس تخلصي كيف تطلع. هلا لازم اخبطها. يلا لحظه. اوكي اخذت شكل. اوكي برافو. قربيها على الكاميرا بليز. اوكي شهيتوني بلش بالمعمول. اوكي يلا هلا حنحطها على الصينية ونصير نعمل. طيب هاي الطريقة كلها. اوكي هلا حبلش اعطيكم. يلا انا عم حاول شيل الكاميرا اللي اقرب لعندكم.
وطي لي هيدي شوي عشان نشوف لما بتحطها. اوكي حاعطي هالعجين للولاد. يلا خلينا نشوف. يلا بلش اعملها فوق. متحمسين يا ولاد؟ متحمسين كثير. العمول بول. اوكي مبسوطين؟ حلوة تجهيزات العيد ما هيك؟ كثير. ومتحمسين للعيد؟ كثير. خاصة حلا هالسنة صامت جربت تصوم معنا، فكيف لقيتي هيك جو شهر رمضان؟ صعب ولا سهل؟ شوي صعب بس انبسطتي فيه؟ كثير كثير. وين القالب؟ حلا هتسمعي انتبهي لأنه عم تطلع بدي القالب هون. لحظة لحظة اسكتوا شوي بس. سامع صوت بسينة؟ حلا سامع صوت بسينة؟ بسينة؟ ايه. لحظة لحظة بس خليكم هدوء شوي لنشوف بس صوت بسينة وين جاي. احسه قريب لأنه بدك تفتحي الباب اشوف شوف بركي في شيء. في بسينة؟ لحظة 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 وينه 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 سكريتت؟ يا عن جد بسينة. اوه حرام يا شو مهضومة. لحظة 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 كيف طالعة؟ لك شو صغيرة حرام. هيدي جوعانة وعطشانة الظاهر. وين تركيتك امك ورايحة؟ فوت فوت شربها يا اشرف حرام. يلا لحظة شربها. يلا شربها نكفي الفلوق نحن. يلا يلا كفوا يا اولاد كفوا ما تنسوا هوب بسينة. يلا زبطت معها. زبطت مع حلا؟ ايه سنين يا زهراء بدي هيدا اعطيني القلب. يلا لحظة روقوا زهراء بس خليكم رايقين بالحكي مع بعض مش كلنا نفوت على بعض. بتحطها هون؟ لا اي هيدا حطيتها. لا 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 شوف حطيتي التمرة بقلبها؟ لا حطيت من هون حطت جوز. حطها هلا هون. يلا ما بتخوف تعي ما بتخوف ما تحطها على الارض يا اشرف ما تحطها على الارض. روح على ليك شو مهضومة حرام. لحظة 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 شو؟ وين ما هيدي؟ بدك حكيم. يلا ما بدنا ننتهي فيها يا اشرف بدنا نخلص الفلوق. خليها معي. شربتها مي؟ يلا عيوني. زهرة هيك مش الحال؟ شو؟ اهلا اهلا بالعيد مرحب مرحب بالعيد اهلا اهلا بالعيد مرحب مرحب بالعيد هي يلا كف. هاي تعيد حمودي اوكي؟ يلا شو؟ مان؟ اوه ايه صبتي برافو زهراء. احنا رح نلعب مع الاولاد. زهراء هلا اللي الك اعطيني يا زهراء اعطيني زهراء اعطيني عجين كثير مبسوط. انا اللي الي هاي زبطي. محمد خليكم لنشوفها. ايه عم تنسف. هاتي مليكة ساعدك لانه هاي اذا فرطي حتفرط. طب جيبني عجينة انت بتهم البسينة تعا خرجين عليها ساعتها لهون على اساس لبست كفوف. خلص بطلت ساعدكم كنت بدي ساعدكم لكن ما بتعملش قلق فيني حرام. خير ما شفتني. شربتها مي؟ شو بدنا نسميها؟ شربتها مي؟ اجتنا بالعيد هيدي هدية العيد. حرام هيدي الظاهر كاني ماشي على الطريق جوعانة. تمرة تمرة شو شو ليك منيحة هيك يا زهراء منيحة يا هون هالبنات الشطورات عم يتعلموا يعملوا معمول العيد كثير طيب معمول العيد خاصة إذا انعمل بالبيت صح؟ يا صح نظافة أكثر ونفس أطيب. أنا ما عم بقدر أطلع شيء أنا قديش 1 2 3 4 5 6 7 هاي حاولوا استغل العجون يقل عجون حاولوا استغل العجون كثير عم تكبروه هدول لا بكفي صلي العيد وهلال نور هي صلي العيد بركة نور وإيمان وابدع
طيب هلا رح نترككم تسووا المعمول ورجعينا نشوف شو عملتوا. ماشي؟ ايه ماشي الحال. يلا قولوا كلكم سوا خليكم معنا. خليكم معنا. هي هي تسويها. وهلا تقريبا صارت اول صينيه جاهزه لتنحط بالفرن. هيدي زهراء هون بعدها عم تشتغل. الاولاد البنات مليكة وحلا ومحمد ناطرين ليفرجوكم على الثياب. ناطرين ليفرجوكم على الثياب العيد لانه كانت عم تطرطق زهراء ما سمعونا. فزهراء شو الخطوه هلا على الفرن؟ يس. وتكفي وتكفي المعمول. اوكي يعطيك الف عافيه. انا هلا بدي روح ضويلي منك يا اشرف. بدي روح لعند البنات. بدي بلش مع مليكة. وين فستان العيد؟ اول فستان هيدا فرجينا عليه. واو واو كتير حلو. مين عمل لك هيدا؟ ريما توتو. ريما توتو عند محلات ريما توتو صح؟ داخل لبنان. هلا حسابها رح احطه انا بالوصف تحت للي بيحب يجيب فساتين من عندها. تعي فرجينا شو بعد كمان جبتي؟ هيدا فرجيني. واو كتير حلو. وهيدا هول كمان بدنا نقول انه بده يصوروا فيهم كمان كليب العيد. كليب العيد. واو. طيب هول فستانين لمليكة. محمد وين تيابك؟ هيدا الكنزة مع هيدا. هيدا التيشيرت القميص مش كنزة هيدي. ايه في تحته هيدا الشورت. تحته هيدا الشورت. طيب فرجينا عليهم هيك. واو شو ليكم من هون تعصفوا. شو حلوين. خلص تحته شورت. مبروك مبروك حلوين كتير. هلا بنجي لعند حلا. لايكو هيدا. ايه هيدا الفستان. واو 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 كتير حلو عم يبرق. شو حلو. فرجينا من ورا كيف. لايكو هيدي بتنحط هيك. هاي بيبيون. لك كتير حلو حلو. كمان هدول عند المصممين ريما توتو ما هيك؟ وهيدا نقلب. اوه فستانين واو. فرجينا فرجينا فرجينا. واو واو كتير حلو. بعد شو ناقصكم؟ بعد ناقصكم الأحذية. بدنا نقول إنه بكره رح ننزلهم على بيروت ليختاروا الأحذية الخاصة بهدول الفساتين ما هيك؟ مبروكين كتير حلوين تياب العيد. كتير 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 نيالكم صراحة يعني. الله عارفين كانوا مجابوا وخلصوا ونحن بعد ما جبنا شيء لأنه ملتهيين بالتصوير. ملتهيين بالتصوير. فإذا هلا زهراء بدها تاخذوا الصينية على الفرن ما هيك؟ ضويلي يا أشرف بدي أعذرك. إيه زيادة فبدي وسعهم بس عم بعد. يلا شيء كثير مقلبين البنات. أوكي اوكي هيك منيح صاروا. هلا على الفرن. يلا قد ايه بدهم وقت يا زهراء؟ شي ساعة ساعة هيك شي. لا شو نص ساعة ساعة؟ يا ساعة يا نص ساعة. ساعة ساعة على الكهرباء لانه مش على الغاز. ايه هذا سريع بتحصل كل باص. اوكي طيب لهون نحن بيكون انتهى الفلوج. الفلوج تجهيزات العيد. انطرونا بالكليب انطروا كثير حلو. لا انطروا الحلقة الأخيرة من مش الأخيرة بمسلسل عائلة فنية برمضان. الأخيرة برمضان يعني برمضان. خاصة برمضان. بعد العيد بإذن الله رح يكون معنا حلقات جديدة من مسلسل عائلة فنية. عائلة فنية أشياء جديدة أفكار جديدة ما خصها بشهر رمضان. شو كمان بعد؟ وعندنا كليب العيد اكيد. عندنا كليب بالعيد حيكون كثير حلو ان شاء الله. ومثل كل سنه يعني بدكم توصلوا للملايين ملايين مثل فما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. وشو بنقول لهم كل عام وانتم كل عام وانتم بخير. فطر سعيد. فطر سعيد.